هناك الزميل علي أسد. علي أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية، يعني ما هو الوضع لديك وأين يتواجد المتظاهرون الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهل ينتظر المعتصمون توجيهات جديدة؟ تفضل. ما دخلنا بعجاب احكي وارتاح مش يعني الحجي. نعم أهلا حسن، مع توافد المتظاهرين المتظاهرون بالتوافد إلى داخل مجلس النواب، خصوصا مع تقدم ساعات المساء والانخفاض النسبي في درجات الحرارة رغم أنها لا تزال مرتفع، لكن الأعداد بدأت بزيادة بخلاف الصباح. لا زال المتظاهرون ينتظرون التوجيهات الجديدة سواء من وزير القائد الذي يكون عادة على تماس مباشر معهم، وأيضا القيادات المقربة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ولكن حجم المتظاهرين بدأ بزيادة كما تشاهد من هنا، والاستعدادات الأكثر هي الاستعداد لصلاة الجمعة التي سوف تقام في ساحة الاحتفالات. بدأت كثير من المتظاهرون يتوافدون إلى تلك الساحة، وخصوصا تنسيقية التظاهرة مشاهدة ولوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لهذه الصلاة. نعم كما ترى يتواجد حولي مجموعة كبيرة من المتظاهرين يحاولون الحديث عن هذه التظاهرة. اليوم الاعتصام لا يزال مفتوح رغم الأحاديث عن انسحاب المتظاهرين، ولكن ما نشاهده أن المتظاهرون لا زالوا في داخل مجلس النواب. أشكرك، أنت أولا عراقي ومريت بظروف العراقيين. هاي الشباب بزمان قبل بالحكومة يسوون مكتب تشغيل، مكتب يسجلون بالسلة، هسه صارت محاصصة، هذا حزب فلان وهذا حزب فلان، والشعب ظل محدله. احنا نريد واحد يحكمنا، ما نريد حكم فلان وفلان وعايد الدولة غير دولة وينهب مالاتنا. عمي واحنا قدمنا شهداء وعاركنا المحتل، وانا ابن شهيد اللي حاكيك عرك المحتل، اروح لهم يقول لي والله انت ابنك مو شهيد من جماعه التيار الصدري، ابنك مو شهيد، تالي لما صدر كتاب غصبا عليهم وسواه شهيد. اليوم مطالبكم انه بدوله تحترم المواطن، بدوله تقدر المواطن، بدوله يكون انتمائها للوطن فقط. اكيد احنا طبعا اول بدايه نبدي من تغريده السيد واضحه وكل احنا عرفناها. قال لهم انا بسطت لكم الارض، انتبهوا لحكايته، بسطت لكم الارض، فهبوا يا شعب العراقي، هاي الساحه قدامكم، سقطتكم الخضراء وطلعناهم لكم، واليوم يومكم، هاي الفرصه ما تتعوض بعد. فالشعب العراقي المفروض كله صح، هسه اجت العشائر والنعم منهم على راسي، جاب له بيره خلى هنا، احنا شو نريد؟ احنا نريد هبه بام العشر ملايين، مو صدريه، عراقيه. أم العشر ملايين يهبون الخضراء وبغداد، هاي شو تسوي؟ هاي أكو شيء اسمه الأمم المتحدة، هاي الأمم المتحدة من تشوف رأي الشعب العراقي هيجي راح تهب على ذولا تشيلهم بشكل ما شال الصدام ذولا. شوف خلنا أقول لكم، السيد إحنا نعرفه ونعرف تغريداته ونعرف طبعه، دم ما يريد، وإحنا إذا مو دم ذولا ما يطلعون. يعني احنا السيد لو يخوننا الله شاهد علينا ما يطلع. دام الدماء هي غير مرغوب بها، يجب ان تكون التظاهرات سلمية. اذا كانوا احنا سلمية للنهاية، احنا شي قلنا ما نشاهد الان هو ان التظاهر حد هذا التوقيت هي تظاهرة سلمية، كيف ممكن الحفاظ على التظاهرة السلمية؟ الحفاظ على بالالتزام، عدم الاعتداء على ممتلكات المواطنين وعلى ممتلكات الدولة، والخروج للشعب كافة بالمطالبة بحقوقه اللي ما حصل من عنده شيء منذ 2003. هاي الأحزاب ما نشرت بس الفساد والخراب ودمرت الاقتصاد والزراعة والصناعة والأخلاق، ودمرت حتى العوائل من خلال نشر المخدرات ونشر البطالة ونشر الفساد والطائفية والتفرقة والسحر وكثرة الطلاق وكثرة الباطلين. هذا الشعب لازم يصحى على روحه، يعرف حقوقه، يطلع يطالب حقوقه اللي هي الله شرح له، ونطالب إقامة دولة العدل. دولة العدل نطالب بإقامة دولة العدل، مري دولة محاصصة ودولة أحزاب ودولة طائفية. تضعون قدم في مجلس النواب وقدم الأخرى في صلاة الجمعة الموحدة، شلون تتوقعون هذه الصلاة؟ وهم راح يتوافد مزيد من المتظاهرين من بغداد والمحافظات؟ نعم راح يتواجد هواي من المحافظات، العمارة والمناصرية والبصرة وكلها قاعد يتوافد العالم، تشوفون بعينكم انتم. بس اكمل استاذي، شنو مستقبل هاي الشباب اللي يبيع مي بالشارع، اللي يمسح جام مال سيارات، النسوان بالشوارع، شايب عمره 60 سنة يبيع كلينس؟ بيا دولة هاي هم لا هم مسلمين هسه على وجه، ولا هم مسيحيين على وجه، ولا هم يهود. احنا نريد دولة وين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان وين حقوق الانسان؟
واحد راتب الله شاهد عفنا عوائلنا وجينا وحق ما عنده وحق لا اله الا الله وحق شبك السيد عفت عفت عائلتي عفت اربع جهال بدونهم عفتهم وجيت تلبيه النداء السيد مفدي ما عنده مولد وحق موسى بن جعفر بالايجار جاي من محافظاته ومن العماره جايين شكرا جزيلا يحتون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر على حب هذا الوطن وحب آل الصدر الكرام الله وكيلك عانينا من الضيم وجينا من جميع المحافظات وعفنا عوائلنا وعفنا جميع يعني ورانا وان شاء الله هاي الصلاه تسوي لنا حل وان شاء الله كل احنا التغيير وحده هو اللي تريدوه انتم هنا ماكو انسحاب باقين حتى ماكو انسحاب باقي لاخر نفس وسماحه القائد مقتدى الصدر وان شاء الله بعد صلاه الجمعه اذا اعطانا امر نطقكم طقه الصفر كلش الاخير والله العظيم عندنا ترقب واضح من المتظاهرين لصلاة الجمعة القادمة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أوجه رسالة إلى السيد مقتدى السيد مقتدى طبعا سيخلد التاريخ كما خلد نبوخذ ونصر وخلد أبطال ثورة العشرين السيد مقتدى سيخلد التاريخ على مر العصور لأن هذا موقف مشرف وموقف معزز ومكرم اللي صنعه الآن وجاب هذه الحشود لكي تتظاهر على مطالبها أشكرك هذه الثورة ثورة شعب مظلوم ضد الفساد انتفض ضد الفساد ونشد بيد السيد مقتدى الصدر لطاحب الفاسدين وتلاحظ انت اغلب الخريجين هسه اغلب الخريجين اخوك خريج بكالوريوس ويبحث عن راتب رعاية ماكو اختصاصه يعني الاف الخريجين موجود واخوك من ميسان وان شاء الله ما يبقون الفاسدين وان شاء الله لنا صولة لهم بعد صلاة الجمعة احنا لعاهدنا نموت يا احنا لعاهدنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا نطلب من السيد القائد مقتدى الصدر بس من رصدكم يا ولد نطلب من السيد القائد مقتدى الصدر مثل ما طلعوا جعفر الصدر سيد جعفر الصدر من المرجعية ابن الصدرين احنا نريده هو رئيس وزراء هو حاكم العراق قوة الله هو ان شاء الله مثل ما طلع حطوا السوداني يريدوا يحطوا السوداني والله على دمنا ما يصير وكل اطار ما يصير للموت على حقوق شخصيه بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب هذه الثوره ثوره الاصلاح ثوره الشعب ولن نحيد عنها وهذه الثوره تمهيدا لظهور مولانا صاحب العصر والزمان ولن نحيد عنها ولن نتراجع والثوره باسم الشعب العراقي مستعدين وراء وللأشهر وللسنين لأن هذه قضية الشعب مو خاصة بشخص نصر من الله وفتح قريب وإحنا نشكركم على هذه الجهود البادليها ويانا ممنونين إذن نشاهد رغم توافد الأيام اليوم الخامس على التوالي ولكن لا تزال الروح هي ذاتها الموجودة في أول يوم لا زال المتظاهرون يرفعون نفس الشعارات وينتظرون التغيير الحقيقي لا مجرد إصلاحات ترقيعية كما يتحدثون هنا استعدادات واضحة لصلاة الجمعة القادمة وما نشاهده من دعم لوجستي متزايد حسن يدل على أن التظاهرات قد تستمر إلى أبعد من ذلك نعم زميلي علي أسد كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا